فاكر يا دكتور مرة اتكلمنا على التليفون هنا من فترة، يجي من سنة، مش أنا كنت بقول لحضرتك والنبي يا فندم خدوا بالكم من جنينة الحيوانات؟ ده حقيقة يا فندم، ده ويمكن حقيقة أنا برضو مرة تانية قلتها لمعالي وزير الزراعة، يعني إحنا مظبوط. كلنا عايزين ناخد بالنا من جنينة الحيوانات، وحضرتك ومعالي الوزير قلتوا لي ما تقلقش، في عندنا ده حقيقة تصور وخطة هيجي أوانها، صح يا فندم؟ صحيح، وانا وحصل ادفع يا نص فندم عمري والحمد ان لله، الحاجه موجوده على اليوتيوب وممكن حتى زمايلي يبقوا يستعينوا بيها بعد كده. وحصل الحمد لله. حلو. يعني احنا طبعا يعني وزارة الزراعة الحقيقة يعني قدمت عرض يعني من أكبر مواظب مقدمة فنية في تاريخ الحديقة للتطوير. وأنا أحب بس أفكر السادة المشاهدين قد إيه كان الانتقاد لحديقة الحيوان، رغم الناس معذورة، لأن الحديقة طبعا على مستوى عقود طويلة جدا لم يتم يعني تغيير بنية تحتية، مثلا مواسير الصرف والري متهالكة، الطرق الأسفلت ده ما كانش انشئت عليه الحديقه، او الخطيب اسماعيل ما عملش هذا الاسفلت اللي هو رفع درجه حراره الحديقه، كل ده كان فترات تشويه صح. للحديقه. لكن احنا عايزين يعني، وبالتالي احنا خرجنا برضو من عضويه الاتحاد الافريقي، اسف، الاتحاد الدولي لحدائق الاتحاد الحيوان الدولي لحدائق الحيوان. في 2004. والاتحاد الدولي ده زي جهه ترخيص، ده اللي بيخليني كمنشاه سياحيه معتمده. من احنا 2004 لابد ان احنا نتبع معايير الاتحاد الدولي. المعايير الموجودة ما نقولش ان فيه اهمال دلوقتي، ولكن المعايير الموجودة معايير قديمة اصبحت لا تصلح. لو احنا عايزين نرجع لعضوية الاتحاد الدولي مرة تانية مش هينفع باماكن الايواء الموجودة دلوقتي او بنظام الايواء الخاص بالحيوانات دلوقتي. فاحنا عايزين تطوير هدفه العودة الى عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان مرة اخرى، تلبية يعني مطالب الناس من حديقة عالمية. الناس كلها بتطالب ان احنا نرجع لمجد الحديقه مره ثانيه، طبعا. سواء هندسيا، سواء بنيه تحتيه، سواء بيئه حيوانيه. واطمن حضرتك ان في محددات للتطوير ده.